والمنشآت وأصبح بالضروري تعجب هذا الحد من الاتفاقية هذا. ولكن اللي كان السيد الرئيس خص تحديد التقديرات المالية نتاع الجماعة لأن من كنشوفو الأطراف كنشوفو وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعة الترابية جهة الشرق مثل جهة الشرق حنا كجماعة خص تعرف التقديرات ديالنا تما لأن في الأمين باش السيارة تحط الكاميرات ومجموعة تاع الأمور اللي خصها لابد باش تنجلس دار الرئاسة تشاركو هي مريحة باش يخدمها تيجي له وخلاص غادي يبقى يتعب من يبقى يتحول بداية هاد التغييرات المالية في إطار هاد المساهمة تاع الجماعة لابد أنها تحقق الأمر كانت خسارة مضمونة في هاد الاتفاقية الشامتة تاع نظام الحماية. مرة أخرى حنا كأعضاء المستشارين أو كمستشارين ليس علينا أن نوهم مثل هذه المبادرة هذه ولكن باش ما نكونوش في حالة خص هذه المبالغ المالية تاع الخرق تكون محددة وكذلك تكون محددة حتى الميزانية باش ملي نجي نخدم لها تكون خلينا نساعدك. شكرا سي الرئيس. بلي هذا اللي كيتشارج ملزم أصلاً شحال المشاكل من ما كيتشارج تاع ديزوموبيل ولا كيتشارج هذا كيتسنى واحد المدة كيتسنى حنا كمجلس ولا المجلس اللي غادي يجي عندنا هذا المشروع مهم دار هذه الكاميرا هذه تسمى البردية هي خاصة لكم السيارة خاصة يكون عندنا واحد البلون واش المدينة بتاعك كبيرة ولا غير البوربار ترانسيت ولا شنو تكون هذا لابوليتيك دي موان كنديروهم في التالي ما نقدوش عليهم راه هاد الكاميرات كتبغي غير المدن المهمة كالرباط ولا كازا ولا مراكش اللي فيها فيديو توريز وفيها دوز دايرينهم غير في بعض النواحي ماشي كاملين حنا دابا ما عندناش تا انفلوب تاع هاد الكاميرات إلا جات واحد الكاميرات عندها تقريبا واحد الباب دو كارتي كروبيز واش هاد الكوميديور كاع في كارتي كروبيز واش مديور غير في البولفار محمد سعد واش مديور غير في الجامعة دونك تاع الالتزام تاع البلدية اللي غادي تقوم هي بالسيارة شحال المدة تاعها وشحال القيمة تاعها واش كاينة في الميزانية ولا ما كايناش غادي تصرفنا غادي يجيو الناس غادي يديروا الكاميرات ويقول لك هذا غادي ما يخدموش ما عندنا حتى واحد الرؤية واحد لا فيزيون اللي غادي تحكم عليها هذا المارشي ما فهمتش انا واش هذا ايرور اللي دار في السي بي اس حنا اللي نجيو شاهدين هما يديروا الكاميرا ويلتزموا بالسياره ويلتزموا مزيان بصح واحد يحكي الكاميرا دابا شحال كتسوى كتسوى جوج دوز راه السياره تاعها هي اللي غاليه وكيما قلت لكم واش المدينه كامله واش كاين بعض الشوارع وشحال المده وشحال القيمه تاع السياره واش نقدروا حنا نفكروا شويه ونقدروا نفوتوا على هذا القصه ولا لا شكرا. هي في البرنامج الاستثماري كحد مشروع ما كانش التزامات كالجماعة يعني كانت الصيانة أنا كان في التزامات الجماعة غير توفير الاعتماد المالي ماشي أنا كنت الصيانة لا هي وكاين واحد النقطة أداء فواتير الناتجة عن خدمة السيارة تمشي لجهة الشرط لأن حتى كنا صاحب المشروع دابا هو صاحب المشروع وبالتالي غادي يكون عنده فلوس هاد جوج نقاط يمشيو تما هاد جوج التزامات ديالو يمشيو تما ونبقاو كيما تاع جماعة الأخطر غادي نقول نعم دابا انت سيدنا الهلالي وسيد حكيم والإخوة طلقنا نهار مرات إلى أن نعطيها سواء صيغة أخرى خدام تعرف تطلب منا اعتمادات مالية باش عليها نخسرو مين بكاع اللي تدخل خص هنايا التقديرات كيما وزارة الداخلية ولا غير دايرة التقديرات تدير واحد الموضوع باش تبدا هذا هو اللي كاين مو هذا المشروع هذا كنقول راه زيادة أمنية بما فيها حماية المواطن والمنشآت والحاجة مباشرة
مليحه ولكن في غده كاين جوج بلقات من الاتفاقيه اللي كتقول لك عاد الغده يطلبوا منك انت غده باش تشارك تكون دايرها في الميزانيه وتكون دايرها في الاتفاقيه باش تبقى من ديالك ما نبقاوش الصراحه كيما تاع الحلف تمشي ليها وما تسنيش وعندو الحق اللي ما تسنيش لان الناس تعلمت بالدار شكرا صراحه شكرا لك الخضريه تلتزم جماعة نجدة صاحب المشروع ومشروع تعديل الاتفاقية تتولى جهة الشرق صاحب المشروع أما نظن خاص هذيك مشروع تعديل الاتفاقية خاص تلتزم جهة الشرق صاحب المشروع تتولى والجماعة تتولى والجماعة تتولى خرجوا بباب واسع هما اللي عندهم الفلوس ويعلموا على الصعيد المودولات تاع الجهة أنا دور واش ممكن ندير واحد الاستراحات لان
تدخل ديال السي كان مهم بالنسبه للاطراف الاخرى صارت الكلام كما هي. وكان من الاحرى انه بما انها فات يعني المجلس وما قبل اشنو هو اللي تغير؟ هذا هو اللي مهم. الى سقنا سقنا عليها في الدور السابق كما كانت اللي تبين انا رؤيته انه تاع حساب المعطيات البسيطه انه كانت ديال ديالوماج الجامعات هي الان وكانت جهه الشرقيه ديال ديالوماج هو كان اللي تبين لنا الغياب. ولكن هاد الحوايج كاين يعني ايصال المعلومه ما كاينش. لان السيد الرئيس كان مقترح نتج خلال جلسه مقبله نجتمع باذن الله هاد الوجهين ونعطيو توضيحات اكثر باش نلقوا القرار ونلقوا القرار صحيح ولا يفوتني ان في التدخل ديالي ان الفرصه باش نهنيو الاخ الحاج الفاضل الحاج القايدي على النيابه الثانيه في مجموعه الجامعات اللي تمت هذا الصباح في جهاز تمزو. نتمنى ان شاء الله التوفيق الى عام جديد. انا ما زلت اؤكد على ان المحاضر ديال هذه الدورات هي محاضر رسميه. ومين كان يقول لك سيدي باش السابق اللي تفاعل معايا في هذه النقطه راه مسجله. دونك راه هنا فين كان عندنا اختلاف. من قلتوا لي هذه النقطه ديال توفير الاعتماد الكلاميه ذكرته بالحق. كنت انت اكدت عليها قلت بالحق ان هذه الاعتمادات الماليه داخل فيها المصاريف ديال الصيانه. دونك ملي كان ناقشوا حنا ما كناقشوش على الاخر انا راه عطينا الموكل ديالنا سابقا وصوتنا عليه بالاجماع. ولكن راه المصلحه ديال الجامعه حنا عارفين الامكانيات ديال الجامعه من هذا الشيء ديال التسريع هو اللي راه كيردنا هنا. راه المره اللي فاتت قلنا مزيان خصنا نسرعوا كيما هذيك كيما المجتمع ولكن كيرجعوا لنا اتفاقيه لان ما كانش فيهم ضبط. دونك مزيان نبقاو نضبطوا الامور ديالنا ولكن ندافعوا بالمنطق ديال المصلحه ديال الجامعه ديالنا. كاين خطا راه كاين خلاف في هذه النقطه. هاد جوج التزامات ديال الجامعه يمشيو لصاحب المشروع حتى من الناحيه القانونيه اللي خصو يدير الصيانه هو صاحب المشروع من الناحيه القانونيه اللي خصو يدير الصيانه من الجامعه غير تمشي ويا كانه لا لا باي صيغه ديالها اللي ماشي هي صاحبه المشروع. دونك كاين واحد الخلاف مزيان نزيدو نعمقو النقاش نخليوها للزوره المقبله في هذه الجلسه المقبله على اساس هاد الجوج الى انتهت الاخر هاد الجوج ديال النقط ديال توفير الاعتمادات الماليه الكافيه للصيانه والنقطه الاخرى اداء الفواتير ماشي ديال الكاميرا الناتجه عن خدمات الصيانه عن خدمات الصيانه وعن الاداء. دونك مزيان هاد الجوج نقط دار التوضيح الى بداو هاد اللجنه ياخذوها بعين الاعتبار لانه في هاد النقطه كيطلب ميزانيه كبيره ديال الجامعه. شكرا. دابا هذا هادشي اللي قلتو كل شيء راه كاين. دابا حنا إذا بغينا نهضرو دابا المشكل هو إداري ما تحصلش على الاتفاقية بشكل سليم وكل شيء. ولكن دابا إذا رجعنا هادشي لمجلس جهة الشرق، مجلس جهة الشرق إلا لاحظت في الواتحة راه هما راه مدوزوها في الدورة السابقة. دابا إلا رجعنا لهم هما خصهم عاوتاني كيبرمجوا الدورة ويديروا غادي يعملوا الأمور تعقل تطلب واحد الوقت. هي لا مانتونونس 2026 هي الأولى 2027 2028 وهذا مشروع حساس للمدينة ولا يكمل باش ما تكونش شي حاجة اللي ما تتابعش الاعتمادات ديالكم اللي تكون تنميت تسخو وزارة المسيرة تقول لا كجماعة ولا يعني هذا مشروع حساس. حنا شحال الامور درنا نطلبوها غير اون جيستيفي راه معطونا فلوسها ماشي هذا ما دام ان هذا وزاره الداخليه طرف خير وهذا مشروع اللي جاي من وزاره الداخليه انا اظن بيكون عندكم تقطع ما هما غادي يوصلوا في ذاك الشهر وانا ذاك غادي نجيو نشوف هذا الشهر ثلاثه ولا شنو دابا السيد الرئيس غير نعطي صوت بالنسبه للتوقع على الاتفاقيه السابقه ماشي هذه راه الاتفاقيه هي الرواتب العاديه لشهر مارس منعقده في 26/2023 وحنا عاودتنا في الرواتب العاديه منعقده في 14/2023 دونك راه مسابقة اتفاقية سابقة. هذه تسولوا دابا؟ لا هي مكتوبة. منعقدة بتاريخ 6 مارس. وهما صدقوا في 6 مارس ما صدقنا قبلهم في مايك.
بنفس الاتفاقية السابقة. يعني إحنا دابا من جابوها لنا إحنا غادي نعدلوها حتى هما خصهم يديروا استثنائية ولا يديروها بدورة مقبلة، لأن هي ردوا هذه الاتفاقية السابقة. سيد رئيس أعطانا واحد معطى آخر وكان حكم قريته عاد فنطلو باش يكون معاه صالحة، ولكن شكرا. دركي يقولوا لنا دركي الإدارة بين ما راه شايفة معنا واد يا ممتاز، حنا نصبحوا حنا نقولوا بلي ودي فواطا راه مجلس جهة الشرط راه صادقة كملوا في الدار، تما يقول لك ودي لا راه مازال راه باقي طوافات لان تا هو غادي يعدلوا باش ما نبقاوش نضيعوا في الباتر. لا باش يشوفوا دوك يشوف راه كاين هضر الزمن السياسي وهضر الزمن الاداري والبلوكاج كملنا. لا اسيد الرئيس الاداره ديالك اسمح لي الاداره ديالك ما شاده والو اسمح لي. شوف من نقول من صبحنا نهضروا على النقطه بلي ودي خص مجلس ياسر صور وفضة ونضة وكمل وما يبقاش الضالو وش يقولنا إلا كانت الإدارة قال لها جاهل والبوارة أو ديها وش كاينة وش كاينة. سمح لي السيد الرئيس هكا حنا نخلقوا لو جاوبوا راني شوف مجموعة تاع الأسئلة مسموح لنا نهضروا ما بغيتش نجاوبك باش ما نزيدكش همي أنت ودي الله يجعل بارك خلي، ولكن هذه عاد نبقاو فيها حتى نكملوا هذا نقطة جاوبونا عليها قالوا ودي راه مجلس الجهة باش عاد قونصوني وتأكدوا واش كاينة ولا ما كايناش. يا تركي واش غتحملوا مسؤولية جماعية ولا عادي ولا رحنا شوف انت انا راه واحد سمعوني ما راك لاقيها لا منا لا منا سمع هو بدا يا منا اللي عندك السلطة عليهم بدا تضبطها. انا نرجع للموضوع على انه مستاس الموضوع مستاس والاتفاقية مهمة. انا متفقة معك ومتفقة مع الأغلبية المجلس لأن صوتوا عليها يجمع المرة الماضية جبنا واحد التعديل ياك التعديل هاد الاتفاقية بس للجهة مثلا ما صورتش اشنو فيها عيب اصلا بدلنا واحد البند ما عندناش فلوسو معناش ما تقوليش لي كيما فيها السيد الرئيس كنتايا كنقول انا اداري وكنضبط المسائل والسيد الرئيس اللي ما تقولش عرفتي كيفاش تقولي غير الصيانة الى خاطر ما ديرهاش لا الى لا بس السيد الرئيس دابا كتقولي حسب الضغط ديالك حسب الاتفاقية الاتفاقية ما فيهاش الضغط ديالك الجامعة ديال السيارة ديال السيارة اسيد الله ماشي كيف النظام الداخلي عندنا لا صافي لا في الوزاره الداخليه دوزو اتفاقيه كنبقاو البنود كنبقاو البنود ولكن في الداخليه ما كتبقاش لك هنايا اللي غتعطيك الاعتمادات بها الجماعه علاش تسوف تعتزل بانها توفى الاعتمادات. هذا المشروع هذا ما بقاش عندي بدي فوق غير تشعل الكاميرا الاولى ها فوق قول المقاليق انا بالصوت عليها قول المقاليق صوتوا عليها هكا انا بالصعوبه على صوره يا مقاليد بني من هنا فخدمت كانت كانت ميزانيه دوم البركه ديال الميزانيه انت ما كنديرها بالميزانيه باخد علاش كاين ما تروش في الشركه علاش ما ديرهاش ديال كيما درنا تاع الكلاب كيما درنا تاع العباد كيما اش السبب حسيت الرئيس دابا كاين النقطه تسجل الجلسه المقبله دير واحد التجربه دير واحد التجربه بس مرتاح ولكن هل كنقول وفق هاد المحايدة احنا كنجربيو ماشي عاوتا نبدا نهار الثلاث عاوتا نجيبو ناس التزامات المطلق ديال نحافظو على لفظ ديال الجامعة وميزانية ديال الجامعة وفق هادشي اللي راه دونك راه قالوا لنا انتم كنتم ما تدوروش على كنتم غادي دير لا بروسيدور هذا الرئيس غادي راه ماشي قضية راه عندنا استقلالية ديال القرار ديالنا الحاجة ديال المصلحة اللي الجامعة نديروها وراه حنا معاك الحاجة اللي تقدر في الجامعة واش نديروها في المكان دونك هذا هو دونك هذا مقترح ديال التأجيل للجلسة المقبلة. شوف السيد الرئيس حددت النقاط اللي غادي نسولوا عليهم غادي نسولوا على واش تجلس جهة أفضل ولا مازال ياك زيد ثاني حاجه الاعتمادات الماليه على النقاط باش تصيفطوا الاداره ديالك بريكله لان الجنسيه نفسيه وهذا هو اللي قرب مدينه حد النقاط اللي عندك تسول فيهم. الجهه
السياره باش نتهملوا عقله ونشوفوا واحد نسولوا كاع حاجه غادي نديروا كاع خصنا نقاط ما بقاش مشروع ماشي ديالنا نقاط نقاط انا من نسولوا هي وجدنا ديالي وغنصلي ايضا اخواني كيقولوا تاجيل النقطه هي لاسباب ما بين ربما حتى المسؤوليه ديال الجامعه لان واحد القطار هو مثلا جاي للصيانه واحد الصيانه وقائيه هذا المشروع غتولي عندنا غادي نتحاكموا عليها واحد القطار غنتحاكموا على الطعام هنا في ديك الجهه ديال الرابطه في الدعوه القضائيه اذا وقع واحد الحالات ما غيبان لكم ما تسجلش الكاميرا لان هاجس هذا والاخوان غنسولوا عن الجهه في الهاجس ايضا هذا المشروع ربما راه حال في المغرب لان المغرب واقفين واقفين على كل الاحتضارات الدوليه مثلا هذا غير كنت افريقيا وصافي هذا المده كامله في المغرب واقفين جدا وجدا كنحتضروا هنايا في مجموعه ديال المباريات ثاني هذا المشروع له اهميته وماشي مشكل الى دقق ما فيه النقاط اللي طرحت راه معقوله هذه عين العقل وعليه انا كنصدم الاخوان يقول لك اجلوا النقطه الى حين تعزيل هذه النقطه لا ما لا لا